شيخ، ما نصيحتك للشيخ علاء؟ عزيزي علاء هذول ليس بالشيخ، يعني لا تجيبوا لنا طارية وتخلونا نحكي عليه، احنا حكينا عليه أكثر من اللازم. يعني ما يحتاج كل ساعة نحكي عليه، لأنه بالنتيجة احنا حقيقة منزعجين من تصرفاته. يعني احنا ما نكره الإنسان، نكره تصرفات الإنسان إذا كانت خطأ. احنا نكره تصرفات الإنسان إذا كانت خطأ. وأنا عندما دخلت وتحدثت عنه، أول ما دخلت نصيحة، بينت لهم انه ترى هذا خطا، هذا خطا، ولكنه جاء بطريقه متعاليه، يتحدث وحقره وما اعرف شنو كذا. انا الكتب اللي قاريها لو احطها فوق على المهدوي يموت من سابع يوم، يعني تغطيه وتغطي 10 اجداد من اجداده. يقول لي روح اقرا. شيخنا لما لا تهتمون بحفظ وتدبر القران؟ عزيزي، معاهد تحفيظ القران ومعاهد علوم القرآن تملأ النجف وكربلاء وحتى المحافظات. الظاهر أنت معلوماتك يعني حقيقة قديمة. نعم، سابقا قد يكون الاهتمام ما كان بالمستوى المطلوب، الآن يختلف الأمور وتقدر. شيخ اللي اسمه أمير العامري، أمير العامري يقول أنه مجتهد. عزيزي هذا الكلام ودي لي على الخاص، اللي أعرفه أنه شيخ أمير ما عنده هذا الكلام، رجل يعني عاقل ما يقول مثل هذا الكلام. هل الشيرازيين متبرين من مجتبى الشيرازي؟ عزيز ما عنده علم، يقولون ما متبرين، يقولون هم يعني ما عندهم موقف سلبي منه، ولكن انا استبعد ذلك. حسب معلومات اللي اخذتها من احد الاخوه اللي كان في ايران، قال هم عندهم خلاف معهم. ما رايك في مصطفى الانصاري؟ عزيزي، الشيخ يدعو الى العرفان والتصوف ويكذب على أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأنا محادثتي معه موجودة ومنشورة، نصحته وترجيت يعني بالمحادثة، وكل الناس شافت المحادثة، وقال بأنه ما يهتم أقول عن هاي الروايات مكذوبة أو لا، وهو يعلم. قلت له ترى هاي الروايات ما لها وجود. بعض الناس، شوف، بعض الناس مع الأسف الشديد لما أنا أسئل عن مصدر الرواية يعتقد بأنه أنا ما أعرف أنه ما لها مصدر، ولكن حتى أقيم الحجة عليه، لأنه أحد السادة الأجلاء من أصدقائي سيد يعرفه، فقال لي يا شيخنا أقم عليه الحجة، ممكن يكون عنده كتاب ما واصلك. أنا طبعا هذا الكلام ما مقنع بي، حتى السيد اللي ذكر هذا الكلام